معرض الكتاب كان له نصيب الأسد في تغطيتنا النهاردة. كاميرا 90 دقيقة تجولت ورصدت كتب المرأة بالمعرض، وده كان تقرير لناردين حبيب. في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبعد 3 سنوات من رحلة البحث والتوثيق، أصدرت سالي عاطف كتابها الجديد بعنوان مانديلا الجنوب ورحلتي إلى جوبا. بدأت أكتب فيه بقى أما زرت أول زيارة مدينة جوبا اللي هي عاصمة جنوب السودان، وقعدت بقى أوثق وأسأل وأخد قصصات من كل الناس، بحيث إن أنا أوثق الكتاب ده. كتاب فيه جزئين، أول جزئية اللي هي سيرة ذاتية للدكتور الراحل جون جرانج دي مابيور اللي هو زعيم وقائد السودان وجنوب السودان، تمام. كنت حابة أعرف القارئ المصري والعربي أكتر عن الشخصية دي. الجزئية الثانية من الكتاب بتتكلم عن تجربة أنا عشتها 8 سنين هناك في العاصمة جوبا وبعض الولايات حواليها. تجربة كانت مختلفة بالنسبة لي جدا لأن مش كتير يعرف حاجة عن أفريقيا، فحبيت أوثق الكلام ده إن يعني البلد فيها خير وفيها موارد كويسة جدا بس مش مستغلة. مهتم جدا إن أنا أرى كتاب مصريين بيكتبوا عن القارة الإفريقية، القارة السمراء، خاصة إنه هذه النوعيات من الكتب تعتبر نادرة إلى حد ما، وما فيش تجارب كتيرة بتوثق أو يعني تعطي القارئ المصري حقه في معرفة قارته. حضر حفل التوقيع العديد من الإعلاميين والمثقفين المصريين والأفارقة الذين أشادوا بأهمية الكتاب. مصر سترأس الاتحاد الإفريقي، فده مهم جدا. إفريقيا يعني بيتنا الأساسي، إحنا أفارقة ما ننساش. أنا الحقيقة بشتغل دلوقتي برضو على إفريقيا، في معلومات كتير ما حدش يعرفها، وأنا احترمت سالي جدا ككاتبة صحفية مصرية إنها اخترقت قضية الحقيقة قضية يعني طليق إن إحنا لازم ندخل فيها عن إفريقيا عن دكتور جون. فبالتالي ده حاجة جديدة أن ينزل السوق المصري والقارئ المصري والعربي. جون جرانج معروف أنه شخصية عظيمة، وهي زي ما قالت الكاتبة هو مانديلا الثاني في القارة الإفريقية، ونتمنى أنه الكتاب يعني ممكن ربما دكتور جون جرانج في يعني كثير من الإخوة في أفريقيا العربية ممكن ما عندهم معلومات. الكاتبة ربما وضحت حاجات كثيرة عن دكتور جون جرانج. كل خاصة الإخوان المصريين انتوا أبو قريبين معنا عشان تعرفوا اكتر الموجود في القاره الافريقيه. نحن في جنوب السودان عندنا حاجات كثيره، يعني سالي ركز على بعض النقاط وهي نقاط مهمه جدا جدا جدا. يلقي الكتاب الضوء على جوانب شائكه ووضع جنوب السودان من 2010 الى 2018، بالاضافه الى نقل صور واضحه عن الحياه في جنوب السودان الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه. ناردين حبيب، 90 دقيقه، قناه المحور.